السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أنا لازم أتعلم الراينو وجراس هوبر ولا الريف الكافي؟ طيب إيه هو الراينو وإيه هو الجراس هوبر؟ لازم نعرف إيه هما الاتنين دول، لأن الحكم على الشيء فرع من تصورهم. لازم أكون عندي صورة كاملة عليهم بدل ما أنا أقعد أبذل جهد عشان أتعلم حاجة وفي الآخر تطلع مش مفيدة ليا أو مش تخصصي. الراينو هو برنامج بيرسم أشكال هندسية، ممكن تحط لها قواعد معينة، برامتر معينة، بيرسمها بسرعة وبيرسمها بقوة وحاجة جامدة جدا. هل هو بيم؟ لا، هو مش بيم. ايه اللي يخليه مش بيم؟ ان انا لو عملت سيلكت على اي عنصر ما اقدرش يقول لي ان ده وول، ما اقدرش يقول لي ان ده كهروميكانيكال، لا هو ده مش تخصصه. طيب ايه هو الجراس هوبر؟ الجراس هوبر حاجة بتبقى بلجن جوه الراينو. كان الاول برنامج يعني بيسطب على الراينو، دلوقتي بتسطب الراينو وتلاقي جواه الجراس هوبر. وفي هو يعتبر بيئة البرمجة الغير مرئية، يعني مجرد توصل نقط ببعض تلاقي البرنامج بتاعك اتعمل زيه زي الداينامو في الريفت. طيب يبقى كده الداينامو ممكن يغنينا عن جراس هوبر؟ حتى الآن لأ. ليه؟ جراس هوبر معمول بقاله سنين كتيرة جدا، فبتلاقي جواه حاجات كتيرة جاهزة. تمام، هتلاقي مسمين على سمي حشرات وكده. تمام، بتلاقي حاجات بتعمل لك تحليل للرياح، تحليل للشمس، تحليل للطاقة، تحليل للأشكال، تحليل حاجات ممتازة جدا. فأنا ممكن أعمل إيه؟ أو العادي بعمل إيه؟ إن أنا قبل ما أبدأ شغل ببدأ أرسم شكل اللي أنا عايزه وأروح رسمه على الجراس هوبر، وطبعا يعني جوه الراينو. وبعد كده ببدأ أعمل الأناليسيس بتاعتي بالبرامج ديت، لو زي ليدي باج والحاجات ديت، لو التصميم ده هو ده خلاص، هو ده المعتمد بالنسبه لي، باخد الشكل ده سهل جدا ان انا اخده واحطه في الريفت واكمل شغل عليه. تمام، يعني ده المسار الطبيعي. او انا عندي كذا اشكال فببدا احطهم واقارن بينهم واشوف انهي الاداء بتاعه الاحسن. طيب يبقى احنا كده فهمنا فكره الراينو، فهمنا فكره الجرسوبر. لو انت بتشتغل على الحاجات اللي هي الاناليسيز، بتشتغل على حاجات بتاعت الجرين بيلدينج وعايز الحاجه ديت، اه خلاص يبقى انا هدخل اخد الحاجه دي واتعلمها كويس. تمام، لو انا مش في دماغي اصلا، لا يا عم ده بتتكلم في ايه، ده انا كل شغلي كهروميكانيكال، او انا كل شغلي استراكشر، او انا كل شغلي في مرحله شوب دروينج، انا الموضوع ده مش هيفيدني، خلاص مفيش مشكله، ركز في الحاجه اللي هتفيدك. ما تقعدش تقعد 5 6 ساعات وتتعلم حاجه مش في تخصصك، حاول تركز على الحاجات اللي هي في تخصصك. بالنسبه لي الراينو وجراس هوبر مفيدين جدا بالنسبه لي في الحاجات اللي هي الجرين بيلدينج. لو في ادوات اخرى هبدا اشوفها القريبه من شغلي اللي انا محتاجه دلوقتي. الحاجات ما بتنتهيش، فانا بركز على الحاجه اللي انا محتاجها دلوقتي. لو انا المشروع بتاعي محتاج ان انا اتعلم فيه الانفراستراكشر بتعلمها، لو مش محتاج خلاص بروح مركز على الحاجه اللي انا تخليني اطلع المشروع بتاعي في افضل واسهل حاجه ممكنه.